استاذ محمد دي فزوره خلصني الحراميه هذه وينها؟ اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي. ايه الموضوع؟ لا اهلا ولا سهلا. هالمدرسه راح تصير رماد وتكون عبره لكل بلاد. احنا ناسنا ناس جدد. ممكن اعرف ايه الموضوع بالضبط؟ شنو المبنى هذا اللي انا واقفه فيه؟ مدرسه. اتس سكول. في السكول عندكم ما تعلمون حق الجار يا ست اشجار ولا نولعها اليوم نار؟ نار واشجار واخده بالك من السجع ما شاء الله عليها شاعره. انت شنو تكون يا بعرة الجمل؟ يا يأس بلا أمل يا عاطل بلا عمل. الله والنعمة زي الفل. أنا فعلا محمد الجمل بس الحمد لله عندي عمل. أخذت من الأرض مالتي 150 ذراع وضميتوها للمدرسة مالتكم. وكده يبقى مالتي ومالتكم وتفرجوا الخالات. الكلام ده مش حقيقي أبدا. It's not true. يعني أنا شدّة.